الحقيقة اليوم بكل جرأة سنكون واضحين ونتكلموا على هذا التسمية ديال مدينة صلات، وخصنا تكون عندنا واحد القوة أننا نتأزروا بيناتنا ونديروا يد في اليد باش نعطيو واحد طابع جديد التصميم ديال التهيئة اللي غادي يجي من بعد التصميم في ديال قادير. السيد الرئيس ما يخفاش عليك جا في التدخل ديال السيد المدير مكتب الدراسات أن إقليم سطات يشكل 35% من الجهة، من مجموع التراب ديال الجهة. عطى الخصائص ديالو أنه القرب ديالو بالنسبة ديال لابروكسيميتي ديال نتاع الصعيد الوطني، عطى القيمة ديال المناخ ديالو، عطى التطور الديموغرافي اللي غادي تعرفوا مدينة سطات من هنا يعني واحد المدة ديال الزمن. السيد الرئيس قبل في هذا الكتاب هذا اللي توصلنا به كاين واحد مجموعة ديال الملاحظات ديال الساكنين عندهم كان حق غير شكليا، ملي كنقولوا مثلا واحد الرقم كذا كذا ما كنعرفوش فين جا، وكان بود الناس اللي صوبوا هذا يعطونا على الاقل واحد البلون ملي نمشيو لواحد اسمو نعرفوا فين كاين هاد الناس اللي كيقولوا بانهم راه هاد المنطقه هادي خاصها كذا ولا خاصها كذا ولا خاصها كذا. هذا جانب، هذا غير من باب تدير معرفه. السيد رئيس التصميم ديال مدينه سطات خاص راس مال محلي قوي، راس مال محلي قوي جلب استثمار. حنا كنقولوا لا بروكسيميتي من كازا اللي هي القطب الاقتصادي الكبير في المغرب، ولكن كاينه اقاليم سابقه لها خدمات وتنوعات الخدمات ديالها، ولكن استثمرت الاراده السياسيه ديالها ديال الناس ديالها ديال القطب ديالها وديال الساكنه ديالها. هذا جانب. جانب اخر نعاود نرجع لمدينه سطات بالضبط. السيد الرئيس مدينه سطات تعاني، ونتمنى ان الاقتراح يكون التصميم اللي جاي خاص مدينه سطات واحد الطريق محوري خاصها واحد الروكار. واش بالله عليكم الاخوه ما كتشوفوش مدينه سطات دير روموك دير 35 طون دير 40 طون داخلين في وسط المدينه مشاركين مع الناس وراء الامن في واحد الحاله محرجه الساكنه في حاله محرجه. واش ما يمكنش تكون واحد الروكار اللي خارجه على مدينه سطات ويكون فيها على الاقل دي زيرو روبو واللي غادي المدينه حتى غتقولوا بان مدينه سطات الا حيدنا لها هذه النقطه هذه غادي التجاره تنقص؟ لا بالعكس ما غاديش تنقص، الناس غتهذب، الساكنه غتهذب، والتجاره غادي تكون في المستوى ديالها. المحطه الطرقيه السيد الرئيس، واش هذه المحطه الطرقيه اللي كاينه تشرف مدينه سطات؟ واش السيد الرئيس الا بغى شي واحد يركب في المحطه الطرقيه اللي غادي ندير نحمد شوف الطاكسيات شنو دايرين في هذاك الروم واحد بين الطاكسيات ديال كيسان. واش هذه المدينه ديال سطات ما يمكنش انها تحسن ويكون عندها واحد المنظر؟ حرام. اعتقد على انه اذا كان التصميم ديال التهيئه اللي جاي ياخذ بعين الاعتبار ان المحطه الطرقيه خارج المدينه على الاقل، وكل شيء غيتنفع، لي بتي طاكسي غيتنفعوا، لي كرون طاكسي غيتنفعوا، لي مارشو اومبيلو غيتنفعوا، كل شيء غيتنفع. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه المنطقه الصناعيه تكلمتوا عليها تصميم التهيئه، متفقين ان مدينه سطات خاصها تضاهي مدينه مثلا برشيد او لا سوان او لا كذا، ولكن المشكل سيد الرئيس واش ديتو بعين الاعتبار الوعاء العقاري ديال المنطقه الصناعيه؟ واش عارفين المشاكل ديال الناس اللي عندهم البيت تما؟ واش فعلا الجماعه ديال سطات قادره انها توجد واحد الوعاء عقاري لاحداث منطقه صناعيه في المستوى؟ واش فعلا الشركات في الدار البيضاء في المغرب كله وفي طنجه واش تقدموا مطالبات على اساس انه غادي يستغلوا المنطقه الصناعيه؟ او لا خديناها كذلك ثاني من جوجل وقلنا غنحطوها تما ونشوف واش غنديروا؟ ما يمكنش يا سيدي الرئيس. هذه نقطة، تحويل بناء بقع الفيلات إلى عمارات اقتصادية، هل تم أخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية والمدخول الفردي ديال الساكنة ديال سطات؟ واش الجماعة عندها شي هدف أنها دير ديروسات من السكن الاقتصادي؟ أو لا أنها تشجع تجزئات وتربح المنعشين العقاريين؟ شي حاجة كاينة في العملية هذه. أنا باغي ندير الفيلا ديالي بالمواصفات ديالي ونخلص الواجبات ديالي. شنو هو المشكل؟ علاش غتحرمني أنا في التصميم باش غادي نرفض عمارة ونديرها بيطون وغادي يولي الطائرة دايزة غتشوف البريك ما فيش لا مرطوب. غادي نزيد غنزيدو حالة أخرى على حالة أخرى، ما هادشي مش
شو هذاك؟ نمشي لإحداث شاورو ولي بلاطو متفقين في المدن كتدخل كتلقى واحد المنظر زوين دخلها في الخرجة ديال شاورو ها هيونداي ها نيسان ها كذا ها كذا كذا ولكن الاستثمار أصلا مشكلة عقار واش تما الأخذ بعين الاعتبار العقار واش هاد الشركة فعلا عندها رغبة أنها تخلي أقرب نقطة عندها باش دير عندك شاورو فكر ماشي شاورو اللي خاص خاصة شي حاجة أخرى من غير شاورو نفكر عليها ونقلب عليها هادي نقطة نرجع للقطاع الحكومي برامج إحداثات واش القطاعات ممتلة عندنا في مدينة صدار ماشي في الإقليم مدينة صدار نمشيو للقطاع ديال الرياضة نمشيو للقطاع ديال الثقافة نمشيو للقطاع ديال الصناعة والتجارة اللي الناس هامينو يقول لك غير الإدارة ديالو كاينة بالعكس هاد الأسواق اللي كنهضرو عليها راه الصناعة والتجارة كتدخل فيها راه كتعطيها دي سوبونسيون راه كدير بها شراكات واش حنا استغليناها في هاد التصميم ديال التهيئة نشوف شنو كاين فيه ثانيا الصناعة والتجارة قلناها الثقافة كذلك الأخ تكلم على واحد المركب رياضي حنا التاريخ ديال مدينة سطات يفرض ويلزم جامعة ديال سطات يكون عندها مركب في المستوى التاريخ ديال الهضرة الرياضية السطاتية قيمتها ما تباعش ما تخاش ولكن أنتم كتشوفوا الواقع العقار مشكل فين غدير هذا المركب هذا ولكن يستحسن أن الجماعة تاخذ بعين الاعتبار التاريخ وتبنيه في المستقبل وتعطي الرياضة القيمة ديالها. أنا مشيت الأخ جا في التقرير ديالو قال بأن إقليم سطات فلاحي، اتفق معك فلاحي إيه ولكن رأس مال الفلاحي ما تستغلش. الفلاحة اللي كانت كتعطي إمكانيات الناس ديال سطات ما استغلوهاش. سير للسوال سير البرشيد سير غير الجقمة 20 قطار 10 قطارات الناس دارت منها العجب. حنا هنا في سطات لا. لا كنلقى 10 الخدامه جوج خدامه الناس مدابزين طرف الفلاحي ما مساهمش الناس ما عندهاش فكره خاص تكون فكره عند الناس على اساس انها راه مدينه سطات مدينه فلاحيه والناس ديالها راهم دايل كيديروا الفلاحه فعلا ما استغليناش وزاره الفلاحه في هذا الباب لا اسمح لي الغرف الجامعي كلمتو على الغرف الجامعي وضعيه خاصه ديال الغرف الجامعي مدينه سطات واعتقد انه يتطلب مجهود جبار منكم سيد الرئيس كإرادة سياسية قوية ومجموعة من المتدخلين للإقناع والتراضي أنا نظر عليك نقول الغرف الغرفة قيمة قيمة ولكن باش نردوه باطمات نردوها سميتو راه أخرى خصنا نعرفو كيفاش نجحو في هذه العملية هذه حرام الجامعي كذلك مكون جد مهم لمدينة سطات ولكن اش كتقترحوا على أساس أنه غادي يكون مكمل الاستثمار والنهوض واعطاء لمدينه سطات رونق والاستثمار الجامعي والاستثمار المحلي شوف كيفاش كنشوفوا هذه العمليه ولا غير كتجي هذه الفكره خاصها تحط خاص تخاد بعين الاعتبار السيد الرئيس كنشكر الناس كلهم اللي ساهموا في هذا العمل وكنتمنى منكم انكم تكونوا قويين ان التصميم ديال التهيئه ما يكونش مبني غير على الجزئيات السكنيه راه منعش العقاري في سطات جد ملمين بالجزئيات السكنيه واذا كانت مدينه سطات غادي نبداو غير على الجزئيات السكنيه اعتقد على انه وراء المحاور الاخرى شكون غادي يدافع عليها انتم السيد الرئيس انتم ما خصكمش نصحوا شي سياق اللي يرجع مدينه سطات ما قبل 2012 شكرا السيد الرئيس